مشاهدينا الكرام في هذه التغطية لقناة النهار اليوم على الهواء مباشرة من نيويورك. زي ما شفنا من شويه كانت زميلتنا ريم وجدي عامله لنا رساله بس حي من نيويورك من القنصليه المصريه في قلب العاصمه الامريكيه نيويورك. طبعا عملت لقاءات حصريه للنهار اليوم مش هتلاقوها في اي حته ثانيه. كان معانا السفير المصري وقنصل مصر في نيويورك، قال لنا عن سير العمليه الانتخابيه بشكل تام، يعني لحد ما كان العمليه سير العمليه الانتخابيه بشكل جيد. طبعا متابعي النهار اليوم اي لقاءات حصريه مش تلاقوها الا على النهار اليوم. الفتره اللي جايه طول فتره الانتخابات المرحله الاولى والثانيه معظم اللقاءات الحصريه هتلاقوها عندنا. كان معاكم انا احمد الجمل بلاننج بروديوسر النهار اليوم.